مساء الورد والفل والياسمين، اهلا بيكم في يوم اتنين جميل. كوني موجود مع حضراتكم وحضراتكم موجودين معايا، ده بالنسبه لي اسعد لحظات حياتي. النهارده هنتكلم على الموضوع الاخطر والمهم. من فتره، من 3 4 شهور، انا بتكلمكم عن الغذاء السوبر، سوبر فود، مش انا اللي مسميه كده، وكاله ناسا والدبليو اتش او مسمينه كده، منظمه الصحه العالميه. السبرولينا، سبايرولينا، سبرولينا، يعني زي ما تنطقوها. كان في احد الزملاء على اليوتيوب كان عامل حلقه عنها وعملت تفاعل كويس، فاديت بصراحه انا بقالي شهرين بكلم حضراتكم عن الموضوع ده. اتكلمت الاسبوع اللي فات ان احنا نتكلم النهارده عن السبايرولينا، عشان الله يرحمه ويحسن يا رب حادث موت هيثم احمد زكي، وقبل منه عمرو سمير وغيرهم الكثيرين من الرياضيين، الناس اللي صحتها كويسه، الناس الفت، طبعا الاعمار بيد الله، لكن ايه اللي يخلي شاب صغير يموت؟ لو وجدنا ان هم عشان بياخدوا مكملات غذائيه، عشان فيها نسبه بروتين عاليه، عشان فيها حاجات تعوضهم عشان يبني مصل. طب يا جماعه، ما في سوبر فود، في غذاء منظمه الصحه العالميه مصنفاه الغذاء الاهم خلال العقد الحالي والعقد القادم، بنتكلم في خلال 20 سنه هو الغذاء الاهم. ازاي نروح للمكملات وندفع فلوس قد كده وفي حاجه ببلاش موجوده تعوضنا؟ عشان كده عملنا الحلقه النهارده عن السبايرولينا، طبعا مع الرجيم، خصوصا انا بتعامل اغلب شغلي مع سيدات، مع اطفال في مراحل اعداديه وابتدائي. كل ما تيجي تعمل رجيم انت بتحس انك عندك وهن، عندك ضعف، عندك عندك عندك. اساسا الموضوع مش الرجيم، الرجيم ما يعملش معاك كده الا اذا كان، طبعا لو كان غلط، انت من البدايه عندك ضعف. لو نفتكر يا جماعه حمله 100 مليون صحه والكشف اللي حصل، السيرفي اللي حصل على الشعب المصري كله، وجدنا كميه ناس عندها انيميا، كميه ناس مريضه بمرض السكر، كميه ناس مريضه بمرض الضغط بشكل غير طبيعي. الناس دي للاسف مكبله في حياتها بسبب التعب والوهن اللي هي فيه. السبرولينا مش هي الحل الوحيد، هي جزء كبير جدا 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 من الحل. النهارده هنتكلم على السبيرولينا. ايه السبيرولينا؟ السبيرولينا طحلب. يا دكتور ايه الطحالب؟ عشان احنا مش فاهمين. لو رحت اي بحيره او اي بحر هتلاقي كده حاجات خضراء على اطراف البحر او البحيره، دي الطحالب بشكل عام، لكن دي مش سبايرولينا، دي الطحالب بشكل عام. السبايرولينا نوع من انواع الطحالب. طيب ايه القيمه الغذائيه اللي فيها اللي تخليها زي ما انت بتتكلم ان هي حاجه ما حصلتش؟ لما نتكلم على ان الناس في الفضاء، وكاله ناسا لما تبعت حد الفضاء، هو بياكل اكل عباره عن معجون، حاجات بسيطه جدا، ما يعرفش ياكل زينا كده، فلازم المعجون ده يكون فيه كل العناصر الغذائيه المطلوبه، كل العناصر الغذائيه المطلوبه. السبايرولينا جزء رئيسي جدا من زي ما احنا شايفين صوره السبايرولينا، هي موجوده على هيئه تابلتس وموجوده على هيئه باودر، تمام، دي فورمز بتاعتها. ايه اللي يخلينا ده منظمه ناسا تحط السبايرولينا في غذاء رواد الفضاء الا اذا كان حاجه سوبر سوبر فود؟ بعض الابحاث بتتكلم عنه هو الجرين دايموند، الماس، الماس الاخضر. السبايرولينا لونها ممكن يكون اخضر او مائل شويه للزرقان. طب ايه اهميتها الغذائيه؟ بنتكلم على حاجه، لو تفتكروا الناس المتابعين دكتور محمد رحيم متابعيني عارفين ان انا من 3 سنين اتكلمتكم يا جماعه عن الغذاء القلوي. جسمك المفروض يكون قلوي. عندنا في حياتنا كلها كل حاجه تنقسم الى حامضيه وقلويه، حامضيه وقلويه. كل ما حافظت على جسمك قلوي اكتر، كل ما كانت صحتك افضل، كل ما كانت مقاومتك للامراض اكتر. لو تفتكروا يا جماعه وقت انتشار انفلونزا الطيور طلعت تحذيرات كبيره جدا جدا جدا، وناس كانوا بيتكلموا بعض الدكاتره انك تشرب شويه معلقه بيكربونات، نص معلقه بيكربونات الصبح على ميه قبل ما تنزل عشان يخلي دمك قلوي اكتر، كده تقاوم الفيروس وكده تقاوم الامراض. الناس ما ربطتش وقتها ايه دور البيكربونات، انها بتزود قلويه الدم. فالسبرولينا غذاء قلوي، بمعنى انه غذاء بيحافظ على صحتك، بيخلي جسمك لوحده قادر انه يحارب الامراض ويحارب اي فيروس يهاجمه ويحارب كمان البكتيريا. بنتكلم ان في غذائنا حاجه اسمها essential amino acids، الاحماض الامينيه الاساسيه اللي هي لازم تكون موجوده، عشان دي اللي بتدخل في تكوين خلايا جسمك كله، وهي اللي بتدخل في تكوين البروتينات اللي جسمك محتاجها. نتكلم ان السبيرولينا فيها من 3 لـ4 أضعاف الامينو اسيدز الموجوده في السمك، مع ان السمك معروف ان هو غذاء رائع وافضل من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، الاسماك بتتحط على القمه. عشان كده نجد ان بعض شعوب جنوب شرق اسيا واليابان والصين وهكذا اعمارهم طويله لاعتمادهم، طبعا الاعمار بيد الله، لكن لاعتمادهم الكبير على اكل الاسماك. السبيرولينا فيها اسينشال امينو اسيدز اكتر كمان من الاسماك. نتكلم الناس اللي بتروح جيم والناس المهتمه بصحتها عاوز يبني مصل لازم ياخد بروتين كويس. طيب
انت عارف حضرتك ان السبيرولينا ال 100 جرام منها فيها من 57 ل 60 جرام بروتين، وحضرتك بتروح تشتري بروتين بار بي فيه 10 او 15 جرام بروتين تقريبا ب 25 او 30 جنيه عشان يبقى اقل من 100 جرام سبيرولينا. ولسه هنتكلم عن الرياضيين في جزء كبير جدا. تعالوا بقى نتكلم عن الفيتامينز. حاجه فيها فيتامين ايه، فيتامين دي، فيتامين اي، حاجه فيها حديد، فيها مغنيسيوم، فيها بوتاسيوم. فاكرين انا من حلقتين كلمتكم على الحرق وان في بعض العناصر الغذائيه الرئيسيه بتبقى نادره في الطبيعه بطبيعتها وتبقى قليله في الطبيعه بطبيعتها ولكنها ضروريه جدا عشان جسمك يكون كويس ويحرق كويس. اتكلمنا عن السيلينيوم، ده عنصر نادر ومهم جدا وبيأثر في نشاط الغدة الدرقية وفي صحة الجسم بشكل عام ومقاومة السرطانات. اتكلمنا عن الزنك، اتكلمنا عن النحاس، تمام، واتكلمنا عن الكروميوم. نجد ان السبرولينا فيها بس ما فيهاش كروميوم، فيها زنك، فيها نحاس، فيها سيلينيوم. اذا هي فيها عناصر غذائية نادرة محتاجينها كلنا. السبرولينا يا جماعة فيها حديد تقريبا ضعف أو بالظبط 1.7 قد الموجود في الليفر الكبدة. حضرتك بتعملي لابنك، ابنك عنده في المدرسة أو عنده ضعف عام، الدكتور يقول لك ست الكل لازم ياكل كبدة. طبعا حضرتك مش بتعمليها زي عبده نتانة، فابنك بيروح يجيبها من عبده نتانة أو أي حد ملوث لكن ما ياكلش الكبدة بتاعت حضرتك. نتخيل إن السبيرولينا فيها من 1.7 لمرتين حديد ضعف الموجود في الليفر، موجود في الكبدة. نتخيل القيمة الغذائية بتاعتها خلال اليوم. طيب ليه بنتكلم عليها؟ تعالوا نكلم الرياضيين. اسحبي كده جوزك من قفاه طالما بيروح الجيم وبيضرب حاجات، اسحبيه وقعديه. ابنك الناحيه الثانيه وانت كمان اسمعي معايا. حضرتك هنتكلم على شويه حاجات بسيطه. اللحمه الحمراء، اللحوم ال 100 جرام منها فيها 26 جرام بروتين. ايه اهميه البروتين؟ عشان تبني مصل لازم بروتين، عشان تعمل فورمه لازم بروتين. فاللحمه الحمراء فيها 26 جرام بروتين، اللحم الابيض اللي هو الفراخ فيها 27 جرام بروتين، لحم الارانب اللي هو انا الارانب من افضل انواع اللحوم كائن نظيف فيها 33 جرام بروتين. السبيرولينا ال 100 جرام فيها من 57 ل 60 جرام بروتين. ايه ده؟ ضربت الكل على عينهم، هي دي السبيرولينا. طيب انت حضرتك عشان تعمل فورمه انت محتاج بروتين وبس؟ حضرتك مش محتاج كالسيوم، مش محتاج حديد. طيب حضرتك لما تيجي تاخد لحوم فيها قد ايه كالسيوم؟ نجد ان السبيرولينا فيها نسبه كالسيوم اكتر بكتير من الموجوده في اللبن. السبيرولينا ال 100 جرام منها في 120 مللي جرام من الكالسيوم قصاد اللبن في 118 مللي جرام من الكالسيوم. ايه ده؟ عشب فيه كالسيوم اكتر موجود في اللبن؟ ازاي احنا ما بناخدوش؟ نيجي بقى للاطفال. ابنك عشان يبقى كويس في دراسته، ابنك عشان صحته تبقى كويسه، على فكره السبيرولينا للاطفال دورها غير طبيعي. تعالوا بقى نشوف الاجانب بيعملوا ايه. هتظهر دلوقتي معانا صوره فيها حلويات، فيها دونالدز وفيها كمان ايس كريمز وحاجات زي كده. هتظهر دلوقتي معانا على الشاشه الحلويات والدونالدز والوجبات اللي الاطفال بيحبوها بيدخلوا فيها سبيرولينا. طب ليه؟ لا ما انت مش هتروح تاكل وتزود لي وزنك وكمان ما فيش فايده. دخلوها في كل حاجه عشان يبقى فيها فايده. غير الدونالدز كمان في عندنا ايس كريمز بطعم السبيرولينا، انتوا متخيلين؟ او داخل في تكوينها سبيرولينا مش بطعمها، لان طعمها ممكن يكون يعني محتاج يطبخ في حاجات تانية عشان تبقى كويسه جدا. فنجد ان السبيرولينا فيها حديد اكتر من الموجود في الليفر، فيها كالسيوم اكتر من الموجود في اللبن. بس انا عاوز اتكلم مع السيدات بالذات. حضرتك انت بتحطي نظام، انت قائده البيت، انت بتحطي نظام غذائي للبيت كله. نجد ان الاطفال محتاجين على الاقل 15 مللي جرام من الحديد يوميا في خلال اليوم عشان صحتهم تبقى كويسه. زوج حضرتك محتاج تقريبا 18 19، حضرتك محتاجه من 18 ل 21 تبع ظروفك الشهريه، بمعنى لو في فتره فيها البيريد بنحتاج 21 و22 و23 مللي جرام كمان، ولو في وقت عادي بنحتاج تقريبا 18 او 19 زيك زي الادلت ميل، ممكن الراجل يحتاج جرام بس زياده. نجد ان السبيرولينا فيها احتياجك اليومي من الحديد اللي حضرتك محتاجاه. فنتخيل 100 جرام سبيرولينا بيغنونا عن حاجات كتيره جدا. يعني السبيرولينا مهمه ليكي خلال الشهر بشكل طبيعي وخاصه وقت البيريود، لان الفتره دي جسمك مرهق وبيفقد املاح وكميه املاح ومعادن اساسيه. بالظبط كده، السبيرولينا غذاء مهم للاسف احنا كنا بنغفل عنه. طيب هي تنفع لمين وما تنفعش لمين؟ السؤال المهم، هي فعلا ما تنفعش لمين؟ اذا كانت حاجه سوبر فود ينفع لكل البني ادمين في الدنيا كلها، طب هي ما تنفعش لمين؟ مفيش اي حاجه، مفيش حاله مرضيه او صحيه نقول لك السبيرولينا ما تنفعش فيها. نقطه بس مهمه لازم اكلمك عنها، هو مصدر السبيرولينا. السبيرولينا معموله بطريقه خطا،
او مصدرها مش مضمون بيبقى فيها حاجه اسمها هيفي ميتلز، معادن ثقيله، ودي حاجات مؤذيه. طيب احنا هنضمن ازاي ان فيها وما فيهاش؟ يبقى لازم المنتج من مصدر موثوق ومصدر تحت الرقابه. المنتج هنا في مصر بيتباع من مصدر واحد بس، وهذا المصدر انا شفت بعيني، اللي هي شركه نور الهدى، او المنتج اسمه جرين سمايل. منتج اسمه جرين سمايل، الشركه الفرعيه اسمها جرين سمايل، والمنتج اسمه جرين لاين او سبورلينا من جرين سمايل. الاسمين واحد على فكره، تمام؟ منتجه تحت اشراف المركز القومي للبحوث، واخده شهاده انها تصلح للاستخدام الاعدامي، وكويه يعني اندر كنترول من المركز القومي للبحوث، هو مراقب كل عمليات التصنيع بتاعتها. يبقى الاسبيرينا بالنسبه لنا مفيش حاجه اسمها ما تنفعش مع حد، تنفع مع كل الناس، بس نتاكد من مصدرها. طب هي بشكل رئيسي تنفع لمين؟ نجد ان منظمه الصحه العالميه مشخصاها ان هي علاج مهم جدا، او هي بتدخل في الوقايه من السرطانات. هي مش علاج للسرطان، مش راجع عندك السرطان خد اسبيرينا هتخف، لا، هي وقايه كمرحله اولى. طب انا ايفن جالي، ربنا يشفي الكل يا رب ويعافيهم، في مرحله العلاج سواء هرموني او كيماوي او جسمك بيكون في اضعف حالاته، فاحنا محتاجين ناخد حاجه سهله تدخل الجسم. وطبعا كتير من الناس بتفقد شهيتها وتبقى عندنا مشكله كبيره جدا، ان جسمك لازم يساعدنا بالدواء. فاصل بسيط ونرجع لحضراتكم مره تانية. ورجعنا لحضراتكم لايف مع رحيم كل يوم اثنين من الساعة 6 للساعة 7. النهارده كنا بنتكلم على السوبر فود، كلام منظمة الصحة العالمية عن ان السبورينا هي السوبر فود، وهو الغذاء الخارق، وبعض الناس بتسميه وهي كمان بتسميه الجرين دايموند. طيب نتكلم ان هي تنفع لمين؟ احنا قلنا ان هي تنفع لكل الحالات، هي بتقي من السرطانات، وفي حالات النقاهه والعلاج من السرطان دورها مهم جدا. نتكلم ان هي مهمه جدا لحالات الانيميا، ان فيها حديد بنسبه عاليه، بالاضافه لان نسبه امتصاصها في الجسم عالي جدا. انت بتاخد الاكل مش كله بيمتص، في جزء بينزل ويست، بينزل في البراز، لكن نسبه امتصاص السبورلينا عاليه جدا، فبالتالي الاستفاده من الاملاح والمعادن والفيتامينز الموجوده في السبورلينا عاليه جدا. نتكلم على نمو الاطفال، السبورلينا تصلح جدا للاطفال، الرد لا. نتكلم من اول سن 3 او 4 سنوات السبورلينا ممكن تدخل معانا في غذائهم. فيها كالسيوم عالي جدا اكتر من اللبن، فيها بروتين عالي جدا، وكمان فيها حديد عالي جدا، غير بعض العناصر الاساسيه. على فكره السيلينيوم والزنك بيفرقوا جدا 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 في معدل ذكاء الطفل. نتكلم على حالات الانيميا محتاج السبورلينا، الناس اللي بتخس انت حضرتك محتاج السبورلينا جدا عشان نواجه نقص المعادن الاملاح اللي بيحصل، بالاضافه لان الطبيعي ان احنا بنقابل الناس اساسا صحتها تعباها. مرضى القلب بيحتاجوا عناصر غذائيه اساسيه عشان تقويهم مع الدواء السبورلينا بالحاجات المهمه جدا. الابحاث العلميه بتقول ان السبورلينا مهمه لمرضى الضغط، بتساعد مش علاج لمرضى الضغط كده، تساعد في ضبط ضغط الدم المرتفع، وكمان بتقلل الكوليسترول، بترفع الكوليسترول النافع وتقلل الكوليسترول الضار. دي السبورلينا بتتكلم على غذاء يصلح لجميع الاعمار ما عدا الرضع. طيب جرعته قد ايه؟ انت كل مره بتكلم طول الحلقه 100 جرام 100 جرام 100 جرام، اخد 100 جرام كل يوم؟ لا، بنتكلم انك في البدايه معلقتين كبار، معلقه الاكل العاديه. نتكلم في البدايه الجرعه تبقى معلقتين كبار لمده اسبوعين، بعدين ممكن توصل 4 معالق كبار. الكلام ده مع الرياضيين، حضرتك كشخص قاعد في البيت معلقتين كبار فوق الممتاز. ابنك نازل الصبح هناخده مع المشاريب اللي انا قلت عليها كتير، لو انتم متابعيني كويس هناخده ضمن المشاريب دي، هتديله غذاء وطاقه عاليه جدا. داخل فتره امتحانات نزودها نخليها معلقتين، حضرتك هتاخدي معلقتين في اليوم، ممكن مع عصير، ممكن مع 100 حاجه. فتره البيريود وصليهم ل 4 معالق كبار. اخر حاجه هتكلم فيها جزء سريع، نجد ان السبورلينا كانت بتيجي في مصر مستورده، بنجد ان الجرام تقريبا كان بجنيه، بمعنى يعني النص كيلو ب 500 جنيه. تخيلوا واحنا مش عارفين مصدرها ولا ورقها ولا 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 ولا. تخيل المنتج المصري، المنتج المصري المعمول في مصر اللي تحت رقابه المركز القومي للبحوث، واخد تصريحه من المركز القومي للبحوث ووزاره الصحه، سعره نص سعر المستورد. بنتكلم ان احنا منتجنا المصري افضل كقيمه غذائيه، افضل انه تحت رقابه اقوى من اللي جاي من بره فعليا،
وكمان سعره نص اللي بره. مصر موجود فيها ثلاث اشكال ساتشيتس، دي الافضل للناس اللي بتحاول تخس والناس اللي عاوزه حاجه طعمها ظريف بتدوب في ميه وتتشرب. موجود فيه الباودر يدخل فيه العصاير وبيدخل فيه حضرتك لو هتعملي كيك لاولادك تعملي منه اكلات. وان شاء الله الميتنج بتاع يوم الاربعاء الايفنت بتاعنا في المطعم اللي اتكلمنا عليه جرين لاونج هيبقى موجود معانا سبرولينا ضمن الاكل، وهتدوقوا بنفسكم طعمه في الاكل عامل ازاي. وموجود منه تابلتس، طبعا جرعه التابلت بتختلف من حاله لاخرى. اتكلمنا على سبرولينا وان شاء الله ليها دور معانا كويس قوي، ويوم الاربعاء باذن الله الايفنت بتاع الاربعاء هقول لكم عملنا بيها ايه بالظبط. نبدا دلوقتي ناخد اسئله حضراتكم، ومعانا اول تليفون. الو مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك يا دكتور؟ انا مدام بوسينه. اهلا بيك ست كل. مدام بوسينه هي اول حاله فازت معانا بتحدي روحين في اول حلقه، مظبوط؟ اكيد. الحمد لله. قفلنا شهر يا مدام بوسينه صح؟ قفلنا شهر. وزنك نزل كام في الشهر ده يا فندم؟ نزل 10 كيلو بالظبط، 26 يوم. 10 كيلو الا 300 جرام عشان لسه هنسكي الحلقه. 10 كيلو يا جماعه في 26 يوم. المهم يا فندم شكلك عامل ازاي في خلال الفتره دي؟ كتير اتغير يعني 10 كيلو فرقوا غير الميزان، يعني الميزان حاجه واللبسه حاجه تاني. يعني شكلك بقى اصغر كمان من وزنك. كتير. الحمد لله. حضرتك كنت قلتي لي احنا سجلنا فيديو مع مدام بوسينه وهنذيعه ان شاء الله الحلقه الجايه. حضرتك كنت قلتي لي على صحتك وكان عندك مشاكل في القلب، اتفضلي يا فندم كلمي الناس. عندي سكر وعندي ضغط، انا معاني سكر بقالي 6 سنين والضغط حوالي 3 سنين. انا من وقت الرجيم اول اسبوع دخلت علاج السكر. يعني بقى لنا 3 اسابيع موقفينه تقريبا. موقفينه خالص. والتحاليل؟ التحاليل الحمد لله كويسه جدا، السكر يعني في المعقول من 80 ل 90 100 كتيره، عادي ما كان بيبقى 200 220 300. الحمد لله. الحمد لله. وكان في مشكله في القلب يا فندم؟ كان عندي كنت باخد اندرال ضربات القلب لان كانت في منتظمه خالص. دور واحد وكنت خلاص بفصل. تمام. ودلوقتي الحمد لله بدات رياضه وبروح الجيم الحمد لله، وبمشي وبدات جري نط حبل يعني حوالي في اليوم 300 400 نطه. الحمد لله. هتتحسدي والله كده ست الكل، ربنا يستر عليك. الحمد لله وكله بفضل حضرتك طبعا. ربنا يعزك، فضل الله سبحانه وتعالى. انا عاوز اوضح لكم يا جماعه مدام بوسينه طبعا كانت عزيمتها كويسه، يعني الموضوع مش الدكتور شاطر اكتر من الشخص كان طيع مع الدكتور، ان خلال شهر واحد حضرتك لو كان عندك. اتفضلي يا فندم. وحضرتك برضه المعلومات اللي كنت بتقولها على طول ونقط خفيفه كده بس كانت بتفرق كتير. الحمد لله يا فندم. بنتكلم في شهر واحد السكر قدرنا نسيطر عليه، طبعا هيفرق جدا معانا، مفيش مريض سكر بيخف تماما، حضرتك بقيت كويس زي الناس، لكن لو رجعت زدت الموضوع ممكن يرجع، فالحمد لله تخلصنا من السكر. مشاكل القلب في شهر واحد قدرنا الحمد لله يعني تفرق جدا معانا. لما تشوفوا صور مدام بوسينه هتفهموا هي بتكلمكم ايه على موضوع الشكل. شكل مدام بوسينه خس تقريبا 15 20 مع انها على الميزان خس 10 بس، مظبوط كده ست كل؟ وموضوع الثقه العظميه يا دكتور انا كنت قلت لحضرتك عليها اول مره انا كان عندي وكنت حقنت مره وكان الدكتور كاتب ان انا احقن تاني، فدي انا من ساعه ما جسمي نزل حاسه ان هي اختفت اصلا الوجع الرجلي ده. الحمد لله يا فندم. ويعني والله كل ده عشان حضرتك كنت طيعه مع دكتور، وطبعا كرم الله سبحانه وتعالى وان احنا مشينا على التعليمات صح. ان شاء الله باذن الله هشوف حضرتك يوم الاربعاء، وباذن الله هنذيع لكم لقاء الاربعاء ده ان احنا عاملين ايفنت كويس، وان شاء الله كل فتره هناخد مجموعه من حضراتكم. تسلمي يا مدام بوسينه، احنا خدنا حاله رقم 2 معانا باذن الله. احنا الاسبوع الجاي هنوريكم الفيديو مدام بوسينه قبل وبعد، بدانا ناخد الحاله رقم 2. اللي عاوز يدخل معانا في تحدي رحيم يا ريت يا جماعه يعمل شير للفيديو ويعمل منشن لاصحابه، وباذن الله هناخده معانا في التحدي. ام اياد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ام اياد، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. اتفضلي يا فندم. إيه. والله يا دكتور احنا بنستناك من الاسبوع، يعني يوم واحد قليل جدا بجد. وربنا يعزك، تسلمي لي يا فندم. يعني والله العظيم حضرتك عندك ثقه في نفسك عشان كده بتدينا احنا كمان ثقه. ربنا يبارك لي فيك، تسلمي يا فندم. وبنفرح جدا طبعا ببرنامج حضرتك وبنستفاد بحاجات كثيره قوي. تسلمي لي يا فندم. حضرتك يا فندم موجوده معانا ان شاء الله يوم الاربعاء، مظبوط؟ ايوه تمام يا دكتور. بالظبط، احنا قلنا للناس ان احنا هنبدا نختار ناس من المتابعين البرنامج يبقى موجودين معانا في اللقاء يوم الاربعاء، ان احنا طبعا اللقاء ده توتالي فري من غير اي فلوس، هناكل اكل صحي، نشرب مشاريب صحيه، ونعمل كشف ونعمل ايفنت ونسمع محاضره عن التخسيس. لازم الحمد لله ان حضرتك اتكلمتي عشان الناس بس تبقى واثقه ان اللي احنا بنعمله ده حقيقي مش حاجه فيك. ان شاء الله قبلك الاربعاء باذن الله يا فندم. طبعا. تسلمي لي يا فندم، شكرا ليكي. كان ليكي اي سؤال؟ عايزه اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي يا فندم. ايه؟ بقالي تقريبا 12 يوم بودي ايادي الحضانه وكل يوم مش حاسه ان في تحسن، يعني كل ما يروح بيعيط وبقاله كام يوم كده اول ما بيعرف ان احنا خلاص وصلنا الحضانه بيرتعش، بحس ان جسمه ارتعش كده وشفايفه مش عارفه ايه السبب، مش عارفه اتعامل معاه. بياكل كويس ولا لا يا فندم؟ ولا اعمل ايه؟ بياكل
هو عنده كام سنة يا فندم؟ سنتين وشهرين. بص يا فندم، هو خلي بالك في نقطة مهمة، الطفل ذكي جدا في السن ده، ممكن يكون كل اللي بيعمله ده عشان يفضل عاوز يفضل مع والدته، مش فكرة انه يعني مش عاوز يروح الحضانة، لكن فكرة ان هو مش كويس. الموضوع بسيط جدا، بتعملوا له تحليل براز وبتعملوا له صورة دم كاملة، هيبين حاجات كتيرة جدا، لكن غير كده الموضوع كله نفسي بحت، مش عاوز يسيب حضرتك وينزل من البيت. تمام، انا فعلا بفضل اتكلم معاه اقول له يا قاضي احنا هنروح الحضانه، يقول لي لا بس لا. هو الموضوع بس الطفل ذكي، يعني طفل اذكى مننا كلنا، فهو بيعمل كده عشان يقعد مع حضرتك. ان شاء الله يا فندم ربنا يطرحك فيه البركه، ونشوفك على خير اللي باذن الله يوم الاربعاء ان شاء الله. ام انس اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بسيادتك يا فندم. انا عندي 76 سنه. ربنا يديك الصحه والعمر يا فندم. 67 سنه، 67 سنه. هركزي ووزني 77. ركزي عشان جوزك هيعرف سن. لا لا لا، انا عندي 67 ووزني 77. اوعي يعني اوعي الحاج يسمعك. انا وطولي 150 ووزني 77. تمام يا فندم. طيب انا عايزه دلوقتي، انا عامله في ستايل كده مع مية جميل قوي، نزلت من 105 ل 77. برافو عليكي، برافو عليكي جدا يا ست كل. انا عايزه اسبرلينا بقى، اسبرلينا دوت يناسب سني؟ ايه يا فندم الاسبرلينا؟ ايوه الاسبرلينا يا فندم من بعد سن الرضاعه الى ما شاء الله. طيب اخده اجيبه منين؟ بص يا فندم، احنا طالعين في اللايف، الرقم اللي ورايا ده رقم الشركه نفسها المنتجه، يعني هو الموضوع ده سبونسر من الشركه نفسها، وهي دي الشركه الوحيده الموجوده في مصر اللي بتبيعه من مصدر موثوق تحت اشراف المركز القومي يعني للبحوث. يعني هيجيبنا منين؟ مندوب هيجيبه لنا عند بيالتنا مثلا؟ دي ما اعرفهاش. دي ما اعرفهاش يا فندم، هي موجوده في محلات اسمها شانل العسل، هو موزع عندهم، والشركه المنتجه اسمها جرين سمايل. شانل العسل؟ شانا شانا العسل؟ بالظبط، اسمها شانا، بتبيع منتجات عسل، منتجات صحيه ومنتجات عسل، بيبيعوه، وكمان الشركه المنتجه اسمها جرين سمايل، رقمها موجود معايا يا فندم ورايا في البانر. طيب يعني يمشي معاه على سن يعني؟ من بعد الرضاعه يا فندم الى ما شاء الله، ده بالعكس يا فندم. طريقه استخدامه كده؟ لا حضرتك لو متابعه الحلقات اللي فاتت انا كنت بعمله في عصاير، حضرتك ممكن تدخليه في مخبوزات. ممكن يتحط، وعملت موز وعملت عصير برتقال معاك، والله انا بتابعك. بالظبط يا فندم، كل حاجه من دول هنحط عليهم معلقه سبرلينا واحده بس. ماشي طبعا، هي ليها استخدامات كتيره جدا، يعني ممكن يدخل في مخبوزات، لو انت بتحبي تعملي مخبوزات في البيت معلقه واحده تبقى ممتازه. انا بعمل رقائق الخبز المشبعه بالشوفان. حطي عليها يا فندم، يعني تبع الكميه اللي انت هتعمليها، معلقه او اتنين طيب كبار. البرنامج بتاع حضرتك بيتعاد امتى يا دكتور رحيم؟ بيتعاد امتى؟ لا يعني انا مش عارف، هو بيتعاد تاني يوم بس مش عارف الساعه بكام بالظبط. ادينا كده، ربنا يخليك، خلي الاداره تكتب على الشاشه بيتعاد امتى. حاضر يا فندم باذن الله. حاضر يا فندم، شكرا ليك يا ام انس. البرنامج يا فندم بيتذاع بكره باذن الله الساعه 4:30. تمام يا فندم. استاذه ماها اتفضلي يا فندم. زي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. كنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه للعيش اللي هو المرحرح ده، هل هو بيتخن ولا الواحد ياكل منه عادي؟ بصي، هو في منه انواع يا فندم، في منه معمول كله بضيق ابيض، وفي بعض الاماكن بتدخل فيه حلبه وشعير وهكذا في الصعيد خاصه، تمام، بتعملوه ناشف شويه. المعمول بضيق ابيض كله من ضيق ابيض، لا سعراته عاليه، لا سعراته عاليه. اللي معمول في الصعيد وداخل فيه جزء حلبة وجزء شعير بيبقى ناشف شوية، بتبقى سعراته أقل بكتير وفايدته أعلى بكتير. فحضرتك لما تيجي تعمليه العيش المرحرح ده، لو انت ماسكاه لو زيه زي العيش الأبيض فاتح قوي، يبقى بنتكلم على كمية بسيطة، لو غامق شوية بنزود الكمية. عامة مقياس أي دكتور، لو الشاشة تبين ده الرغيف المعتمد بالنسبة لأي دكتور، اللي هو تقريبا 100-120 جرام. فالدكتور لما يقول لك ربع رغيف، هو قصده ربع رغيف من ده، نص رغيف، نص رغيف من ده. بالنسبة لك أي حاجة تانية بناكل حاجة قد كف الإيد، تمام؟ طيب، غير ونبعد تماما عن العيش الشامي اللي هو معمول تماما لونه أبيض تماما، ده من يعني من أسوأ الأنواع اللي ممكن تخش جسمك، بالإضافة إلى العيش الفينو طبعا سيء جدا. أي سؤال تاني يا أستاذة مها؟ متشكرك. ماشي يا فندم، شكرا ليك يا ست الكل. من الأسئلة اللي جات لنا على البيتش، كان في حد بيسأل على نوع دواء معين، أنا هرد عليه بعد اللايف، مش هينفع اتكلم على الدواء ده بالذات في اللايف لان هو ما بحبوش، تمام؟ اتسالنا على نوعين دواء، نوع كويس ونوع مش كويس، بس هرد بعد اللايف ان شاء الله عليكم على البيج باذن الله. في حاله كانت بتسال على جلسات الليزر تجيب نتيجه بعد كام جلسه؟ انا مش عارف قصدي حضرتك الليزر اللي هي الريموفال ازاله الشعر، ولا الليزر بتاع السليمنج بتاع علاج السمنه. ليزر التخسيس انا كدكتور بفضل ان احنا هنا في مصر ما نستخدموش لوحده. تاني، ليزر التخسيس في مصر ما نستخدموش لوحده. ايه الفكره بتاعتك؟ الليزر من الاجهزه كويسه جدا، بس المايلينين الموجود في البشره، احنا اغلبنا احنا مش في درجه بياض الاوروبيين، مع الاوروبيين الليزر كويس جدا،
لكن بالنسبه للكبصرين طالما لونك بدا يبقى في نسبه اسمرار، ده بيأثر على امتصاص الليزر، فلازم تستخدم معاه اجهزه ثانيه. معانا ام مصطفى، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنتي جسمها ضعيف او نحيف. عندها كم سنه يا ست الكل؟ عندها 12 سنه. 12 سنه، وزنها كم كيلو وطولها كم؟ وزنها 40. طولها كم يا فندم؟ 161. 161؟ لا 154. 154، تمام. هرد على سيادتك يا فندم. عملتي اي تحليل يا ست الكل؟ لا ما عملتش لا اي تحليل، بس هي ولاية تحت عينها مسمار سمرا كده. بالظبط يا فندم. طيب، هو واضح جدا من الاعراض اللي حضرتك قلتي عليها ان عندها انيميا، بس برضو لازم نعمل تحليل عشان يبقى تحت ايدينا دوكيمنت، تحت ايدينا حاجه اساسيه. في الحالات دي لو عندها انيميا هنبدا ناخد علاج للانيميا، وبرضو نشوف اي حد يا جماعه وزنه نحيف بزياده، خصوصا في مرحله الاطفال. الوزن النحيف ده لو مرتبط بانيميا او بمرض ما بيأثر على مستوى دراسته ومستوى ذكائه، فالموضوع في الاطفال لا محتاجه اهتمام واهتمام كبير. حضرتك بتتكلم على 154 سنتي 40 كيلو، لا هي قليل، هي ممكن يعني بنتكلم ان المفروض تبقى 50 48 كيلو لما نبقى انها قليله، محتاجه تزيد على الاقل على الاقل من 8 ل 10 كيلو. لازم نعمل تحليل هيموجلوبين، نشوف نسبه الهيموجلوبين في جسمها كام، كمان نعمل تحليل براز عشان نتاكد الدنيا كويسه ولا لا، ونعمل تحليل غده درقيه. الثلاثه دول مهمين. بشكل عام معلقه عسل اسود الصبح على عصير برتقان هتبقى كويسه جدا. احنا بنقول للناس الكبار خدوه على ميه وليمون، بس الاطفال بنقول على عصير برتقان. لازم تاخد رمانيه كل يوم، هيفرق جدا معانا. الجرجير والسلطه من غير ما اعرفها، اكيد ما بتاكلش سلطه. للاسف الاطفال مش مهتمين، واحنا ككبار كبرنا دماغنا خلاص عنك ما اكلت. السلطه مهمه جدا للاطفال خاصه الجرجير، ولازم برضو زي ما قلت لحضرتك نعمل هيموجلوبين، نعمل نعمل تحليل براز، وكمان تحليل غده درقيه. استاذه عبير اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. لو سمحت انا كنت عايزه اشرب للقولون او للاسهال. عندك امساك ولا عندك اسهال؟ اسهال بقاله بتاع اسبوع، باخد اعشاب مرمريه وباخد كرابيا وشمر والاسهال زي ما هو. لا يا فندم، الحاجات دي اساسا مش هي العلاج اسهال. حضرتك لازم تتجهي اولا يا جماعه الاعشاب على عيني وعلى راسي، وانا بقول اعشاب كتيره جدا، بس حضرتك عندك حاله مرضيه لازم اكشف. ما تجيش بدايه، حد يجي له يعني اسهال رقم واحد بياخد مطهرات معويه. انا مطهر معوي من الصيدليه ومطهر معوي والاسهال وزي ما هو. وما وقفش، يبقى لازم اتجه للدكتور يا فندم. ماشي، يعني تمام؟ مش اعشاب؟ لا يا فندم، لا 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 خالص يا فندم، يبقى احنا بنضحك على نفسنا. حضرتك خدتي طب مطهر معوي وخدتي اعشاب والدنيا ما بقتش كويسه، لازم نشوف يا ترى السبب كان ايه؟ يا ترى السبب كان ايه؟ انصح حضرتك ماشي. لازم تشوف دكتور في اقرب وقت ممكن. خلاص ماشي. تمام يا فندم. طيب، من الاسئله الكتيره اللي بتجيلنا يا جماعه عن اجهزه علاج السمنه، احنا عملنا الحلقه المره اللي فاتت عن السمنه الموضوعيه وعن تركز الدهون في اماكن معينه من الجسم، فقلنا كل مشكله وحلها. يا ريت اللي بيسالني على السمنه الموضوعيه وحلها يرجع لحلقه الاسبوع اللي فات. طيب، في حد بعت لي سؤال، انا ماشي على تمام حضرتك وبعمل كل حاجه وبرضه وزني ثابت، يا ترى السن ليه عامل؟ سن عامل وعامل كبير جدا. لازم نتكلم على نقطة مهمة، إن سن 40 هو سن مفصلي في حياة الرجل وحياة الست. في اللغة العربية قبل كده شباب، بعد كده رجولة وأنوثة، حتى اللغة فرقت ما بين قبل 40 وبعد 40. عند سن 40 بعد 40 يعني العضلة بتضعف غصب عننا بحكم مرحلة عمرية، الجلد بيبدأ يتأثر، ما يبقاش بكفاءة الجلد زمان، بالإضافة لإن كفاءة العظم وكثافته بتبدأ تقل، الدهون بتبدأ تزيد، فغصب عننا وزننا بيتحرك. من وزنه ما بيتحركش، شخص رياضي، شخص كثير الحركه، شخص اللي ماشي على نظام غذاء صحي فتره طويله من حياته، فادي مرحله عمريه. 50 بعد وضع تاني خالص، 50 الدنيا بتبوظ بزياده والدنيا عندنا بتبقى اسوء بكتير، عشان كده يا جماعه المرحله العمريه هي فرق مهم. طيب، معنى كده ان انا كبير في السن ما اخسش اطلاقا؟ ربنا يمسيه بالخير، كان من احد اكبر الناس اللي تابعت معايا استاذ جرجس، ربنا يديله الصحه اذا كان عايش. 75 سنه الراجل خس 15 كيلو في شهرين. ايه الفكره؟ كان عنده عزيمه واتبع تعليمات الدكتور. طبعا كبار السن اليوم دايت مخصوص ليهم، لكن اللايف ستايل هيلثي لايف ستايل بيحافظ على صحتك، لكنه مش شرط ينزل وزنك، ودي النقطه اللي كتير من حضراتكم مش فاهمينها. الهيلثي لايف ستايل بعد ما كنت انسان عكيك هينزلك شويه وشويه كتير، بعد كده هيقف، فبالتبعيه لازم نعمل دايت تحت اشراف طبي كامل. فاصل صغير ونرجع تاني مع حضراتكم.
لا 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 ريلاكس خالص، عايزه تهدي علشان تعرف تحكي. مش قادر اتخيل، مش قادر اتخيل يا دكتور ان احنا نبعد عن بعض. احنا قضينا مع بعض احلى الاوقات، ما تتصورش احنا في ذكريات جميله ومشتركه بينا كتير قد ايه. بيتحملك وتقدر تثبت عليه، بيدخل قبلي في اي مكان بروح. انسى بقى الكرش والذكريات دي، بجنبه هيخليك تخس من غير دايت. مع يو جرين خس وطير الكرش. الفترة اللي فاتت أنا عامل تعاون بيني وبين مطعم جرين لاونج وبرعاية شركة جرين سمايل، إن إحنا نبدأ نعمل مشروباتنا الصحية هناك، وده الفيديو اللي حضرتك شفته المرة اللي فاتت. يعني من الجميل جدا جدا إن حضرتك تبقى موجود في مطعم تاكل أكل صحي وكمان تشرب مشروبات صحية. طورت الموضوع مع جماعة في جرين لاونج إن إحنا نعمل المشروبات البديلة والمشروبات الحريقة للدهون، مش تاخد عصير فريش ده حاجة صحية، لأ الموضوع بقى أكبر من كده كمان. معانا فيديو لعصير الراب جي اللي حضرتكوا يعني زهقتكم الكلام عنه، بس بطريقه جديده شويه، في اضافات جديده هنصورناه في المطعم جرين لاونج، وباذن الله ده المكان اللي هبقى موجود معاكم فيه يوم الاربعاء الجاي. نشوف الفيديو وارجع لحضراتكم. اهلا بكم متابعين لايف مع روحيم. النهارده احنا موجودين في جرين لاونج والناس مستضيفيننا بمنتهى الكرم، اللي النهارده باذن الله معانا الاستاذ احمد عبد الله مدير جرين لاونج بشخصه طالع عشان يعمل معانا الراب جي. اتكلمنا كتير عن الراب جي، واتكلمنا عن فوائد الراب جي، واتكلمنا عن الحرق اللي بيعمله الراب جي في الجسم. طبعا احنا في المولد النبوي عكينا بزياده، احنا قلنا الاسبوع اللي فات طريقه ازاي تتخلص من الوزن الزايد اللي زايد معاك والسعرات اللي دخلت جسمك خلال المولد النبوي، والنهارده هنعمل الراب جي عشان يحرق معانا الدهون. برضو الف الف شكر لاستضافتك يا استاذ احمد. وكويس جدا ان احنا عندنا مطاعم، وعلى فكره بعد بكره ان شاء الله يوم الاربعاء 2011 الساعه 11 الصبح باذن الله هيبقى موجودين هنا في الايفنت في جرين لاونج. هنعمل ان شاء الله هيلث داي. دكتور رحيم مشكورا، يعني هيستضيف 10 من الناس الفانز اللي عنده على الصفحه وبيتابعوه على البرنامج. انا محتاج بس اقطع كلامك، انا اسف واشكرهم، احنا كنا متفقين على 5 بس يعني هم يعني كرم من عندهم خلوا الخمسه بقوا 10، فده شيء كويس جدا. احنا عايزين اكبر عدد يستفاد من اليوم دوت، واستفاد طبعا من خبره دكتور رحيم والخير يعم يعني على الناس كلها ان شاء الله. هو الجميل ان اليوم ده هيبقى فيه اكل صحي، هينزل طبعا فور فري للناس الموجوده، وكمان مشروبات صحيه. فكره انك تروح مطعم وعشان انت تروح مطعم فلازم تعك ولازم تبوظ، او ان انت تاكل اكل رجيم فالاكل يطلع طعمه وحش، ده مش موجود هنا الحمد لله. طبعا انت ممكن تخرج تتفسح وتروح مطاعم وتلاقي نفسك اللي انت خايف عشان عامل دايت، طب انا هخرج ازاي؟ طب لا خلاص اقعد في البيت، او اخرج واصحابي ياكلوا اكل عادي وانا عندي نوع من الحرمان ان انا اتفرج عليهم. اتفرج عليهم، عندي نوع من الحرمان مش قادر. فطبعا انت لما يكون في مكان بيوفر اكل صحي ده بيخليك يبقى ليك متنفس، اللي انت ممكن تطلع تخرج تتفسح تقضي يوم اجازتك الويك اند بتاعتك مثلا، وبتبقى قاعد طبيعي، اصحابك بياكلوا اكل عادي سواء فرايد تشيكن او برجر او اي حاجه فيها فات، وانت تاكل اكل صحي وكمان في مشروبات صحيه. بالظبط. لا ده في حاجه ثالثه، انت تجيبي جوزك هو يعك، انت كل اكل صحي، العيال تقعد هنا وتلعب. بالظبط. ده الجميل في المكان. احنا بنتكلم على ثلاثه، الطفل اتبسط، السيده جت اكلت اكل صحي، وزوجها لو عاوزاه يبدا يمشي معانا على بروجرام. انا عارف ان انتم منزلين تقريبا 14 وجبه كيتو دايت. الناس اللي غاويه فات وغاويه دهون ممكن تاكلها كيتو دايت، فانت كده يمين كده شمال انت برضو استفدت. طبعا احنا عشان زي ما قال الدكتور احنا محتاجين كل العيله بكل فكرها بكل اهتماماتها تكون الحاجه اللي محتاجاها موجوده في المكان باذن الله. هنبدا النهارده الراب جي، الاستاذ احمد ونانا المكونات يعملوها لنا، اتفضل يا فندم. طبعا الراب جي ده مشروب صحي كله حاجات طبيعيه زي ما احنا شايفين. هنقول مثلا بياخد نص حزمه جرجير، نص حزمه بقدونس، عصير ليمونتين، 150 جرام او 150 ملي عصير برتقال فريش بدون سكر، ونص حزمه كرفس. وطبعا في الاخر هنحط اللي هو الجرين لاين ده، اللي هو الحاجه اللي طبعا دكتور يشرح لنا اكتر. الجرين لاين هو عباره عن خلاصه سبرولينا، برضو السبرولينا اتكلمنا عنها، وكان في بعض اليوتيوبرز وبعض الدكاتره زمايلنا اللي عايشين بره اتكلموا عنها، الحمد لله احنا بنتكلم عنها بقالنا فتره طويله. الجرين لاين هو السبرولينا نفسها طعمه فيها نكهه سمك شويه، فتنفع في الطبخات. الجرين لاين ينفع بقى في المشروبات،
وبرده الاسبرين صك تنفع. الميزه في الجرين لاين ان هو جواه شاي اخضر وجواه شيكوريا، مكوناته ماشيه، غير ان انت بتاخد في الاسبرين الطاقه والحيويه، ماشيه كمان في سكه حرق الدهون. اتفضل استاذ احمد. هنعمل مع بعض المشروب. اول حاجه هنضيف الجرجير، بعد كده البقدونس، عصير الليمون، البرتقال الفريش، الكرفس، اتفضل. شكرا يا دكتور. وده السبايرولينا، كده المشروب اصبح جاهز. طبعا لونه اخذ اللون الاخضر لان اغلب المكونات كلها خضراء. بعض الناس بتقول عليه جرين جوس، لكن ده الرب جيلي ان الجرين جوس في كذا طريقه منه، في بالفواكه عملناه المره اللي فاتت زبط. هنا في بالخضروات وفي منه كذا فيرجن اتكلمنا عليه كتير. برده يا جماعه موضوع الضرب، هنا مثلا الخلاط خد 20 دقيقه، ده خلاط محترف حسب في البيت بالظبط كده، حسب امكانيات كل خلاط. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا احس كل المشروب متجانس مع بعضه، ما بقاش فيه كتل بالظبط. طول ما هو فيه كتل انا مش هقدر انا استفاد بالمشروب، لازم كله يتجانس ويخش مع بعضه في ليكويد واحد تقدر تشربه وانت مستفاد بيه كويس بالظبط كده. كمان اتفضل. بص يا جماعه احنا ما حليناهوش لان الجرين لاين طعمه حلو، طعمه اساسا بيدي فاكهه حلوه للمشروب. ممكن الدكتور برضو نضيف عليه بعد حضرتك عسل مع الـ مع الـ مع المشروب وانت بتضربه، وده هيبقى ممتاز جدا لو عندك طفل، خاصه لو عنده انيميا، عنده ارهاق في الدراسه، تركيزه قليل ووزنه زياده، احنا كده فيدناه. بالنسبه لك انت ممكن تضيفي سكر دايت، او لو الدكتور مديكي معلقه عسل ضيفيها للخليط، يبقى اخدناها ضمن الخليط بالظبط. هشرب انا بعد اذنك. ناخد بقى شلموه اخضر بقى عشان هو اخضر مع يا جماعه الشلموه ده انا بعتبره حريمي والله بس عشان خاطرك، انا شخصيا بشرب من غير شلموه. طعمه فوق الممتاز. بعد ما اخلص الحلقه مع الاستاذ احمد هشربه كله باذن الله مع باقي الخليط. نعمل واحد كمان ان شاء الله لفريق الاعداد كمان معانا. ربنا يخليك لينا. انا كنت هكلم حضرتك باذن الله عن ان احنا فكره برضو ان حد ينزل من بيته عشان ياكل اكل صحي، هو مستني المطعم هينزل غدا صحي الساعه 5. يا ترى الناس ممكن تيجي من بدري اللي عاوز تفطر فطار صحي، اللي عاوزين ناكل بشره صحيه، ممكن يجوا من بدري؟ ودي ابنه المدرسه ممكن يجي على هنا، ولا لازم يستنى ميعاد غدا وقت معين بتقدموا فيه؟ لا، احنا طبيعه شغلنا في المكان بنفتح 8 صباحا وبنقفل واحده. انت بتتكلم انا بشرح عادي. اتفضل. بنفتح 8 صباحا وبنقفل واحده مساء، واحده بعد منتصف الليل. طول اليوم بنقدر بنقدم وجبات، ما عندناش وقت محدد لحاجه معينه. عندنا بريكفاست بيبدا من 8 ل 12 بس، معاه ممكن نقدم كل المشروبات اللي احنا بنقدم، سواء مشروبات عاديه سموزي مثلا او حاجات ميلك شيكس، او مشروبات صحيه اللي هي المشروبات الخضراء اللي احنا برضو متميزين بيها في المكان. انت قاعد مستفزني بالبتاع اللي وراك ده. تمام، ده اللي بتحط فيه القهوه في الاخر ياكلوه صح؟ ده بنحط فيه القهوه وبنشرب القهوه بعد كده بياكلوا البسكوت. يعني باكلوا البسكوت ده لسه. انا مش غاوي التكنيك زي كده، بس الستات بيموتوا في حاجه زي كده. الفكره حاجات برضو الناس بتحبها طبعا، وفي نفس الوقت هي تكلفتها مش غاليه، يعني الناس بتتبسط عشان برضو اسعارها في المتناول يعني. لا بص يا جماعه انا بشكر المكان هنا. يا جماعه اللي هيحصل باذن الله بعد بكره يوم الاربعاء 11 يوم 20/11 يعني هو حاجه مش كتير ناس بتقدمها، الف شكر ليهم. اليوم ده تقريبا الشخص الواحد هيبقى كانه خد باكج ب 400 جنيه بس خدها مجانا، هو اكل، هو شرب، هو عمل كشف، حضر ندوه صحيه. لو انت كنت تدفع فلوس الحاجات دي كنت تدفع تقريبا من 400 ل 450 جنيه. الناس مشكورين متحملين الموضوع ده، يعني خدمه للفانز بتوع
البرنامج وفانز الجروب عندي والفانز بتوع المطعم. وده شيء انا بشكركم عليه جدا. يعني بستاذنك يا دكتور ممكن كمان نضيف 10 كمان من الفانز اللي هم عندنا على عشان حضرتك واحد كنت تابعهم يعني هيبقى موجود زياده على حضرتك. لا اتشرف بيك يا فندم. يبقى في 10 ان شاء الله من الفانز اللي عندنا على صفحه جرين لاونج كافيه في شيراتون. اتمنى هم يعلقوا بس على البوست دوت او ما يشوفوا الفيديو يقولوا احنا عايزين نيجي نعمل الامبادي ونيجي نجرب المشروب الصحي والاكل الكيتو او الاكل الصحي. نختار ان شاء الله 10 كمان من الفانز بتوعنا ما بالاضافه لل10 الفانز من عند حضرتك. احنا كمان يا جماعه هننزل يوم فضل. جميل ان شاء الله. احنا هننزل رقم المطعم ان شاء الله هينزل معانا في الفيديو اللي عاوز. وهننزل اللينك بتاع البيج فيسبوك عندهم. لو انا اكتفيت من العدد بتاع من البرنامج عندي ممكن هو يتواصل مع اداره المطعم ويخش على البيج. وطبعا لازم عليهم فولو على الانستجرام بيج بتاعتهم عشان باذن الله يبقى موجود معانا من طرف المطعم غير من طرف يعني ان شاء الله. ان شاء الله, إن شاء الله. شكرا لحضراتكم. وان شاء الله بعد بكره هننقل لايف من المكان هنا عن باذن الله الهيلث داي اللي هيتعمل. وفكره هيلث داي في مطعم باكل صحي اعتقد فكره جديده. بشكركم مره ثانيه لجرين لاونج. ان شاء الله باذن الله هيبقى يوم جميل وباذن الله تتبسطوا منه. وطبعا في الحلقه يوم الاثنين الجاي هتشوفوا اللي احنا عملناه باذن الله. شكرا لحضرتك يا استاذ. شكرا يا دكتور. سلام يا حبيبي. شكرا لك. ميرسي يا فندم. شكرا. اشوفكم على خير. اللي ما لحقش يسجل معانا لسه عندك فرصه من خلال صفحتي على الفيسبوك صفحه الدكتور محمد رحيم. انت بتشوف الفيديو دلوقتي وفي فيديو كان موجود النهارده الصبح. تعمل شير كتير للفيديو, تعمل هاشتاج لقاء الاربعاء, تعمل منشن لاصحابك. اللي عاوز برضو يزود فرصته في الفوز المكان الرئيسي اللي هناخد منه عدد دلوقتي هو صفحه جرين لاونج. بيدخل على صفحه جرين لاونج يعمل تفاعل على الصفحه عندهم, يعمل شير في بوست نزل امبارح عندهم, وكمان يبعت لهم في الانبوكس ان هو عاوز يبقى موجود معانا في القاء الاربعاء. 20 من حضراتكم هيشرفونا زي ما قلت بالظبط. هاخده هناكل وهنشرب وده شيء انا مبسوط بيه فوق ما تتخيلوا. هنقل موضوع الدايت من الكآبه ورايحه للدكتور وهيحرمني وهيطلع عيني, لا ده احنا في مطعم 5 ستارز بناكل وبنشرب وبنكشف وهنعمل ندوه صحيه. وكمان باذن الله المحظوظ اللي هيبقى موجود اليوم ده لو عاوز يتابع معايا بعد كده هو اتشال من عليه ثمن الكشف, هيتابع توتالي بس بفلوس المتابعه من غير ما يدفع كشف. كنت مبسوط جدا بوجودي مع حضراتكم, مستنيكم باذن الله اللي هيفوز من حضراتكم يوم الاربع. بس طبعا هنبعت للناس اللوكيشن وهنختار الناس من الفانز بتوع البرنامج ومن فانز الصفحه ومن الفانز بتوع جرين لاونج. ابعت على الثلاثه عشان فرصتك في الفوز تكسب باذن الله. يوم الاثنين الجاي هنزيع لكم عملنا ايه وباذن الله بدون مقاطعه لقائنا الجاي في لايف مع رحيم هنتكلم على ادويه التخسيس تجربه عمليه هنا قدام الكل. هنقول ايه الكويس وايه الوحش وهوضح لكم تعرفوا الكويس من الوحش ازاي. وهنعمل تجربه معامل عشان انتوا اللي تختاروا مش انا اللي اقول لكم. شكرا ليكم. كان معاكم محمد رحيم. اسبوع جاي باذن الله ان كان العمر لايف مع رحيم.